النهائية لجائزة أفضل لاعب في فريق اللي فيها أوسيمان حكيمي ومحمد صلاح. عبد الحق بن شيخة أيضا بعد تواجده في المغرب مباراة الوداد وسيمبا يعود إلى تنزانيا حسب قناة الهداف الجزائرية. يقال أن عبد الحق بن شيخة أيضا يقاطع الحافل احتجاجا على استبعاد لويسما. وقلنا أنه الحقيقة استبعاد لويسما كان غير مفهوم من جائزة أفضل نادي في إفريقيا بعد فوز بزوز ألقاب، لقب الكاف ولقب السوبر ضد الأهلي المصري العربي. الجزائر تقاطع الحفل. يبدو أن الإخوة الجزائريين عندهم الحق نوعا ما فيما يخص مقاطعة الحفل هذا بعد استبعاد رياض محرز واتحاد العاصمة من القائمة النهائية لجوائز الكاف. لكن الحفل يقام في مراكش، هل ممكن فما علاقة بين توتر الأجواء بين الجزائر والمغرب ومقاطعة حفل الكاف؟ فما علاقة حسب رأيك أنت في هذا كل؟ بون، على مستوى الرياضي كما قلت يعني استبعاد محرز واتحاد العاصمة، اتحاد العاصمة ممكن في شوية ظلم لأنه رياض محرز شفنا البرفورمانس اللي عملها كيف كيف يعني اتحاد العاصمة. غياب بن شيخة ما يمشيش، هو بيدو زادة مرشح باش يكون مرشح معناها كثالث مدرب. بون، أنا في بلاصة معناها باش نقول لك معناها ما يمشيوش معناها وما يحترموش قرارات الكاف، صعيبة خايبة لأنه معناها مش بشرط هي تكون يعني ممثل قال باش تكون غاديك. عملها قبل يعني جوزيه مورينو كي كان ما مش هو باش يتوج كأفضل مدرب. كان معناها يقعد في اسبانيا وما يمشيش. دونك هنا بن شيخة لو كان يحكي كوتي سبورتيف ما يمشيش لأنه مش يتوج، أنا نشوفها بصراحة رأيي شخصي عدم احترام. لو كان تحكي لي انت معنا علاقات بين الجزائر والمغرب معنا ما مانيش ندخلوا اليوم الرياضه في السياسه. اي لكن انت تعرف انه الرياضه متداخله في السياسه على خاطر من اول الدنيا هكاك، حتى النوادي المغرب الجزائريه ما عادش تلعب في المغرب جمله. دونك هنا تحكي على حاجتين ماهمش قابلين بعضهم. معنا يا تقاطع النوادي نتاعك وتقاطع يعني الحفلات وكل شيء ما عادش تمشي جمله، والا معناها اليوم ما تاخذ طياره تقصد ربي تمشي المغرب وتتكلاس تروزيام معناها، رغم اللي هي جائزه في حد ذات معناها عبد الحق بن شيخ راكراكي واليو سي سي معاه في القائمه النهائيه. بيان سور، هاني قلت لك راكراكي الاول ومعناها اليو سي سي الثاني، بن شيخ الثالث، يقعد له معناها التاريخ، تقعد له معناها حاجه تحفونها برشا في تاريخه معناها متوج الثالث افضل مدرب معناها افريقي. انا اشوفها لازم يحترموا قرارات ويمشيوا معناها للكاف ويحضروا جوائز ويمثلوا بلدانهم باش كيك تبدا معناها الحفله كامله معناها بقطع نظر على الكاف. نعرفوا اللي فيها الظلم ونعرفوا اللي فيها استبعاد الجزائر ونعرفوا اللي فيها استبعاد اللاعبين ونعرفوا معناها التمييز ونعرفوا معناها شنو الخلفيات اللي صايره ورا الكاف. الكاف كي يختاروا معناها دي جور كي يختاروا دي زونترونور، لكن الاحترافيه يطبقها كامله. انت كما تلقاش اتحاد العاصمه ورياض محرز في اللائحه النهائيه، شنو تقول معناها بينك وبين روحك؟ تقول انه القرار هذا قرار ظالم، قرار غير صائب، شنو تقول عليه؟ بيان سور يا اخي، رياض محرز يا اخي ما ينجم حتى حد اليوم ينحيه من من من, من, من الجوائز. اليوم رياض محرز تحكي على ملاعب يعني راهو مش ديما نشوفوه، مش ديما انا الكاليتي اللي عنده نشوفه فيها، شفناه شو عمل مع سيتي، شفناه شو عمل مع المنتخب نتاعو. دونك رياض محرز انا نقول لك مظلوم. مظلوم وماش اول مره يتظلم فيها يعني لاعب عربي معناها من الكاف، صارت برشا مرات بصراحه يعني انا اشوف محرز تظلم واتحاد العاصمه تظلم اكثر واكثر. بالنسبه لقائمه اساطير افريقيا الحاضرين، ما فماش توانسه، ما فماش جزائريين. انا كنت اتصلت بكريم حقي قلت له اسكو تلقيت دعوه ولا، قال لي تلقيت دعوه من الكاف لكن عندي التزامات شخصيه ماهوش باش يكون حاضر. اللائحه ما فيهاش لاعبيه مثلا برزوا في تاريخ كره قدم الافريقيه مثلا من الجزائر، نجم سميرك برشا من لاعبيه، نجم سميرك الاخضر بلومي، رابح ماجر، من لاعبيه حتى من جيل 2010 لاعبيه اللي تاهلوا للمونديال، ينجم يكونوا مقاطعين حتى التوانسه مثلا كريم حقي، ابار كريم حقي فما من لاعبيه كبار معناها من جينيراسيون 2004 من جيل 2004 نجم حتى من جيل اكبر طارق ذياب التونسي الوحيد الفائز بالكره الذهبيه الافريقيه. لماذا تم تجاهل هم تعودوا يستدعوا توانسه لاعبين جزائريين محمد تعودوا يستدعوا كريم حقي ولا راضي الجعادي، نتصور الاثنين
فماش كان كريم حاجي ولا ديجا عادي هما هما نقصد على الكاف نتصور كيما مشاو هما ما كلموا حتى واحد اخر نفس الشيء بالنسبه للجزائر ما نتصورش مع ايتول حد لكن نتصور اللي هما قاطعوا ولا رفضوا يمشيوا للمقاماتش هو شنو ماتش عاملين عملوا ماتش عملوا مباراة شارك فيها وليد الركراكي لكن في في الحفل في حفل الكاف وورز حفل تقديم الجوائز ما فهميش طبعا نعطيك القائمة قائمة الحاضرين حاجي ديوف سامويل إيتو مانويل جوزي مدرب الأهلي السابق إيمانويل ديبايور جيريمين جيتاب باسكال فيندونو إيلونغا شارك كابوري توماس نكونو أبيدي بولي ساكي من غانا جي جي اوكوشا توري من كوت ديفوار كليمونتين توري ايمانويل امونكي من نيجيريا احمد حسن من مصر مصري وحيد في القائمه ساكي تيني كوت ديفوار بيتروبيا بوركينا فاسو كالوشا بواليا زامبيا كاليوفا ديغا سنغال ميرسي اكيدي نيجيريا ميكيل جنوبي ميكيل نيجيريا ايبي نيجيريا باتريك مبوما الكامرون نكوشا نيجيريا مامادو نيونغ السنغال بريسيوس ديدي نيجيريا كالابا زامبيا تيتي كامارا غينيا ريغو بيرسونغ الكامرون كالو من كالو من الكوت ديفوار تشابالالا جنوب افريقيا اللي سجل هدف في 2010 الهدف التاريخي بافوي غانا مصطفى الحداوي المغرب وديمبابا السنغال مغربي وحيد ومصري وحيد غريبة يعني تشوف يعني كلها كامرون نيجيريا كوت ديفوار شمال افريقيا معني ما غير ممثل شمال افريقيا الحقيقة كان زوز لاعبين من مصر واحد من المغرب نقطة استفهام فما ممكن انقلاب داخل الكاف على شمال افريقيا تشوف انه قائمة المدعوين كلها كامرون نيجيريا غانا كوت ديفوار فقط تنجم تكون تنجم تكون شفنا اسمع اندية شمال افريقيا بصراحة ديما مظلومين ديما مظلومين من الكاف كسوسوا النوادي تشوف شنو صاير في النوادي نتاعنا وهك شفت يعني العلاقات كيفاش متوترة لانه هذا كل راهو نتصور حسب رايي انا ما ثماش يكون يمثل بصفه خاصه تونس يعني وما ثماش يكون يمثل يعني تونس في الكاف ما ثماش يكون يمثل يعني النوادي المغربيه ما ثماش معناها عباد المغرب عنده فوزي لكجع اقوى رجل صلب الكاف حتى وانه متسبي فوزي لكجع فما يعني شفنا حكيمي شفنا يمبونو شفنا ركراكي لان احنا كنا قبل ممثلين بقوه تو ما عادش قبل مع تو ما عادش تو ما عادش لانه بصراحه هذه تاثر على العلاقات تاثر على برشا حاجات على النوادي نتاعك على التعيينات على انا ندخل في الكواليس التحكيم نتاعنا وبرشا حاجات يعني راك شفنا النوادي نتاعنا اليوم ترمي حاجه تتعاقب باك المليارات دونك بصراحه صعيبه راه العلاقات في الكوره اهم حاجه اهم حاجه دبلوماسيه رياضيه والكواليس اهم حاجه اهم حاجه في الكوره بصراحه لانه تحلك برشا بيبان وتعطيك برشا افاق به هاك شفت المغرب بالقوى الناعمه بالسوفت باورز بالدبلوماسيه الرياضيه شنو عملت وتنظيم كاس العالم 2030 تنظيم كاس افريقيا 2025 احنا من وقتاش ما نظمناش وصعيب انه ننظموا في قادم الاعوام وقادم السنوات